إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. شيخ منصور حياك الله. نحيك. المتأمل في هذه القصة سبحان الله يلفت نظره الدعوة التي اختارتها أم جريج لجريج: لا أماتك الله حتى تنظر في وجوه المومسات. أحيانا يغيب هذا المعنى عن الناس، أنه أحيانا النظر إلى وجوه من عصى الله هو أحيانا قد يكون نوع من العقوبة. هو حقيقة القصة كلها عجيبة، ومن أعجب ما في هذه القصة هذه الدعوة، يعني أم وتدعو على ولدها بهذه الدعوة وتتأمل في الدعوة: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. هذه عقوبة من الله جل وعلا، يعاقب الله جل وعلا بها من لا يحب أن يريه وجوه النساء اللاتي يبغضهن الله. فما بالك اليوم أصبح هناك بعض الناس يجعل هذا الأمر هو متعته ولذته، أنه ينظر إلى هذه القنوات الإباحية، ينظر إلى هذه الصور التي لا يحبها الله جل وعلا. وحقيقة اللي يعني يريد أنه ينظر في الواقع، إذا أتيت إلى محركات البحث وإلى هذه المواقع تجد مشاهدات مليونية. هذا يعني يجعل الإنسان يعني يتأمل في هذا الأمر. هذا الأمر يعني اليوم حتى من ناحية صحية، التقارير الطبية على مستوى أكبر الهيئات العالمية تقول أن أخطر مهدد للصحة النفسية هو إدمان مشاهدة المقاطع الإباحية أكثر من إدمان المخدرات. سبحان الله. وهذا ترى هذا هو الذي يجري على سنن الله، لأن الجزاء من جنس العمل. هو نظر يريد المتعة واللذة، فكافأه الله جل وعلا بأنه أذهب عنه راحته النفسية وطمأنينة نفسه وانشراح صدره، وتجدهم أضيق الناس نفسا وأشدهم كآبة. وهذا يعني اليوم الواقع والتقارير تنص عليه، ويعني حتى كذلك الآيات والنصوص تبين. وهو باختصار شديد يعني رابط الأمر هذا كله يعود إلى هذه العينين: من حفظها وغض بصره عن الحرام كانت صمام أمان له بإذن الله أن هذا القلب يكون في انشراح وأن هذه النفس تكون في ارتياح. كل المصائب مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. وذلك الإمام أحمد رحمه الله له كلمة مشهورة كان يقول: كم نظرة أوقعت في قلب صاحبها البلابل. والله صدق. كم اليوم من متحسر، وكم اليوم من ممن يعيش آلام وأوجاع، والسبب أنه أطلق بصر. وفي الجانب المقابل الله جل وعلا بيّن لنا في سورة النور اللي هي سورة العفة، سورة الحفظ، هذه السورة لما أمرنا الله جل وعلا فيها أن نحفظ أبصارنا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. بعدها جاءت الآية: الله نور السماوات والأرض فمن غض بصره أنار الله بصيرته وشرح الله صدره وطمأن الله قلبه. في الختام أقول لكل الشباب ولكل الفتيات ولكل من يسمعني: إن من أعظم ما يعبد الله به هذه الأيام مع تفشي هذه المقاطع وهذه القنوات أن يغض البصر عن هذه المحرمات. والعاقبة والمثوبة والله عاجلة، فمن غض بصره عن الحرام أعقبه الله حلاوة ولذة وانشراحا في صدره. وأقول للجميع: اسألوا وجرب بنفسك، إذا غضضت بصرك عن الحرام سيعوضك الله من الفرح واللذة والسرور ما لا يعلم وصفه إلا من ذاقه وجربه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم أعين غاضة عن محارمه بعيدة عما لا يرضيه سبحانه وتعالى.